Je vais juste vous laisser le temps de prendre les écouteurs, Madame la Directrice Générale. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدات والسادة الوزراء، السيد والي بنك المغرب، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أشكر جميع المشاركين في هذه التظاهرة لتشريفهم لنا بحضورهم في مراكش. الشكر موصول كذلك لجميع شركائنا والدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها وتعاطفها مع بلادنا إثر الزلزال الذي شهده إقليم الحوز يوم 8 سبتمبر 2023، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدة أقاليم من المملكة. وأود أيضا أن أعرب عن الامتنان الجزيل للمملكة المغربية لصندوق الدولي والبنك الدولي على الثقة ودعم المملكة، لا سيما بعد قرارهما الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2023 بمراكش وفي موعدها المحدد. إن اجتماعنا اليوم بمراكش يعبر عن الصمود القوي لبلادنا في مواجهة الأزمات المتعددة، فقد تم اتخاذ تدابير استعجالية على الصعيدين اللوجستيكي والإنساني، وذلك بشكل فوري عقب الزلزال، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. بدورهم أظهر المواطنون المغاربة داخل وخارج أرض الوطن روح التضامن بشكل عفوي ومتميز، بحيث تعبأوا منذ الساعات الأولى للزلزال من أجل تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة. وكذلك بشكل استعجالي تمت هيكلة مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من خلال برنامج طموح استباقي ومتكامل يقوم إعادة بناء السكن المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية وفك العزلة ترابيا عن هذه المناطق، كما تم تسريع امتصاص العجز الاجتماعي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بها. وإننا نباشر تنزيل هذا البرنامج الطموح مسلحين بإرادتنا وعزمنا، وكذا بالثقة والدعم المتواصلين لشركائنا. حضرات السيدات والسادة، أغتنم فرصة انعقاد هذا الاجتماع للتعبير عن خالص الشكر للسيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا ولفريق عمل الصندوق لقيامه بإعداد كتاب حول المملكة الذي يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية قام المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله بتنفيذ إصلاحات طموحية واستباقية ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد الوطني، كما مكنت المغرب من تعزيز مرونته والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية. اليوم يقف المغرب عند مفترق طرق حاسم في تاريخه، فهذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتنا، ولذلك فنحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل. ومن هذا المنطلق نعكف على تنزيل رؤية استراتيجية المتبصرة لصاحب جلالة نصره الله، والتي تحدد الطموحات والأهداف التنموية وروافع التغيير، والتي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار. اسمحوا لي هنا أن أتقاسم معكم سعادة وفخر بلادنا باستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، وكذا تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو الخبر الذي زفه جلالة الملك نصره الله إلى المغاربة
خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يوضح مسار التطور والدينامية المستمرة للمملكة. حضرات سيدة السادة، إننا عازمون على بناء مجتمع تضامني وعادل، فتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية أطلقنا ابتداء من سنة 2021 سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية. ونظرا لأهمية دور رأس المال البشري في نجاح أي مشروع إصلاحي، فإننا نولي مكانة مهمة لتعزيز نظامنا الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار. إن المجتمع الذي يمكن مواطنيه من التحكم بزمام مستقبلهم، وخاصة الشباب والنساء، يمتلك مفتاح تحقيق النمو والإدماج الاقتصادي. وفي السياق ذاته، فإن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجاً بل كذلك مستداماً وصديقاً للبيئة. فإن المملكة المغربية تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقة المتجددة، حيث راهن صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا القطاع منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين. واليوم نحن نطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية لثلاثة مرات، مع السعي لتكريس تموقع المغرب كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما سيعزز سيادتنا الطاقية. إن الجفاف وندرة المياه، وهي تداعيات مباشرة للاحتباس الحراري، تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية. ومن هذا المنطلق أطلقت المملكة مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم تنفيذ طرق سيارة للربط بين الأحواض المائية، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص الماء انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها الموارد بكثرة. حضرت سيدة السادة، إن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وموجات الأوبئة والصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة على المستوى العالمي، كلها رهانات متسمة بالتعقيد، تظهر الدور الهام الذي يمكن أن يطلع به التعاون الدولي. ومن هذا المنظور، فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومواكبة البلدان النامية، وفي التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاستجابة لاحتياجاتها. بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم المالي، علاوة على الدعم. مدام، عفوا. بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم، علاوة على الدعم من أجل استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وغيرها. وفي هذا السياق، فإن موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب تمويل قيمة 1.3 مليار ديال الدولار لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وذلك عبر صندوق المرونة والاستدامة، تعد مكسبا مهما. شكرا السيدة المديرة العامة. حضرات السادة والسيدات، عالمنا بات أكثر هشاشة، يتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على مختلف الأزمات. ومن هذا المنطلق يوفر عقد الاجتماعات السنوية هنا في مراكش فرصة قيمة لإقامة الروابط وتبادل الأفكار والتعاون لتحقيق الأهداف المشاركة. مرة أخرى، فإننا في المملكة المغربية سعداء وفخورون باستضافتكم، وأغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر لأعضاء فريق العمل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مستوى مختلف هياكل المؤسستين على تعاونهم المتواصل بكفاءة ومهنية
عالية. شكرا لكم.